الرحمن الرحيم، حصة علوم الأرض طلبت الصف التاسع. اليوم إن شاء الله يا تاسع رح نعمل مراجعة لمادة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني. طبعا في البداية رح نتعرف على مكونات النظام الشمسي والظواهر التي تحدث فيه. ضروري نعرف مفهوم المجرة. طبعا المجرة يا تاسع هي تجمع لعدد هائل من النجوم والغبار والغازات التي ترتبط معا جذبيا، وهي وحدة البناء الأساسية في الكون. أشهر هذه المجرات مجرة درب التبانة، لأنها النظام الشمسي هو جزء من هذه المجرة. إذا مجرة درب التبانة تضم النظام الشمسي بالإضافة إلى مليارات النجوم. نلاحظ إنه مجرة درب التبانة هي مجرة حلزونية الشكل، تتركز النجوم في مركزها بسبب قوة الجذب الهائلة في المركز. على أحد أذرعها يوجد النظام الشمسي. طبعا تتركز، حكينا، معظم النجوم في مركز المجرة بسبب قوة الجاذبية الهائلة في المركز، وشكلها حلزوني يحيط بها أذرع. الآن بما أن النظام الشمسي هو أحد مكونات مجرة درب التبانة، رح نتعرف أكثر على النظام الشمسي. نلاحظ أن النظام الشمسي مكون من نجم وحيد هو الشمس، ومن الكواكب مع أقمارها، ويحتوي على كويكبات، ويحتوي على مذنبات، وجميعها ترتبط بالشمس بقوة الجاذبية. سمي النظام الشمسي بهذا الاسم لأن الكتلة الأكبر في هذا النظام هو للشمس، فتشكل كتلة الشمس حوالي 99.86% من كتلة هذا النظام. سمي النظام الشمسي بهذا الاسم لأن الشمس هي النجم الوحيد الموجود في هذا النظام، وهو موجود في مركز هذا النظام. طبعا النظام الشمسي حكينا مكون من الشمس، ومكون من كواكب تدور حول الشمس. عدد هذه الكواكب 8 كواكب تدور حول الشمس من جهة الغرب إلى جهة الشرق. إذا الكواكب التي تدور حول الشمس تتحرك من الغرب إلى الشرق ضمن مدارات خاصة، لا تتصادم الكواكب مع بعضها البعض بالرغم من أنها في حركة مستمرة، لأن كل كوكب له مدار خاص فيه. معظم هذه الكواكب لها أقمار تدور حولها. طبعا الأقمار بتكون أجرام سماوية معتمة تعكس الضوء الساقط عليها من الشمس. الآن أهم الخصائص الفيزيائية للكواكب، في عندي ثلاث خصائص فيزيائية للكواكب، اللي هو حجم الكوكب، طبيعة سطحه، وسرعة دورانه حول الأرض. الآن الكواكب بهمني أعرف إنه أقرب الكواكب إلى الشمس هو عطارد، أبعدها عن الشمس هو نبتون. أسرع الكواكب من حيث السرعة المدارية هو كوكب، كما نلاحظ عندي هون 47 اللي هو عطارد. طبعا أقرب الكواكب إلى الشمس هو رح تكون سرعته المدارية عالية جدا. زمن دورانه حول محوره اللي هو تعريف يوم الكوكب، وزي ما احنا حكينا انه يوم الكوكب هو الفترة الزمنية اللازمة كي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره، وتختلف هذه الفترة من كوكب إلى آخر. إذا هذه التعريف مهمة جدا. الآن جميع الكواكب تحتاج إلى أيام وساعات، أقلها هو كوكب المشتري زمن دوران حول محوره 9 ساعات، وأكثرها اللي هو كوكب الزهرة يحتاج إلى 243 يوما. الكواكب اللي أصغر من الأرض اللي هي عطارد والزهرة والمريخ، هذه الكواكب أصغر من الأرض. أما الكواكب اللي أكبر من الأرض فهي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. طبعا طبيعة السطح، الكواكب الداخلية اللي هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ هي كواكب صلبة، تحتوي على جسم صلب يعني فيها صخور. أما الكواكب الخارجية اللي هي مشتري وزحل وأورانوس ونبتون هي كواكب غازية ليس لها سطح صلب. زمن دورانه حول الشمس اللي هي سنة الكوكب، تعريف سنة الكوكب هي الفترة الزمنية اللازمة كي يتم الكوكب دورة
آخر. الكواكب القريبة من الشمس بتكون سنتها قصيرة، والكواكب التي تكون بعيدة عن الشمس تكون سنتها طويلة. إذا كسنة الكوكب أقل شيء عطارد وأكثر شيء نبتون. الآن في عندي هذه الأسئلة، أي الكواكب أسرع في دورانه حول محوره؟ الإجابة الصحيحة هي المشتري. العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس وزمن دورانه حولها علاقة طردية، فكل ما زاد بعد الكوكب عن الشمس كل ما احتاج إلى فترة زمنية أطول حتى يكمل دورة حول الشمس. السرعة المدارية هي معدل سرعة دوران الكوكب حول الشمس. لماذا تقل سرعة الكوكب المداري كلما ابتعدنا عن الشمس؟ بسبب نقصان جاذبية الشمس له. العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس ونصف قطره، لا يوجد علاقة. العلاقة بين بعد الكوكب عن الشمس ومتوسط درجة حرارته علاقة عكسية، فالكواكب القريبة من الشمس تتميز بدرجة حرارة عالية، والكواكب البعيدة عن الشمس تتميز بدرجات حرارة منخفضة. الآن نفسر معدل سرعة دوران. تعرف السرعة المدارية بأنها معدل سرعة دوران الكوكب حول الشمس. الآن راح نفسر لماذا هذه السرعة تزداد عندما تقترب الكواكب من الشمس وتقل عندما تبتعد عن الشمس. السبب بسبب قوة التجاذب بين الكوكب والشمس، فهي تتناسب عكسياً مع مربع البعد بينهما وفق قانون نيوتن في الجذب العام. شكل مدار الكوكب هو إهليليجي. أبعد نقطة في مدار الأرض عن الشمس بنسميها أوج، وأقرب نقطة تسمى الحضيض. فالأوج هو أبعد نقطة في مدار الكوكب عن مركز الشمس، أما الحضيض فهو أقرب نقطة في مدار الكوكب عن مركز الشمس. كما لاحظنا في الجدول السابق، فالكواكب تقسم إلى كواكب داخلية وكواكب خارجية. الكواكب الداخلية هي لها سطح صلب، يعني كواكب صخرية، وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ. تتميز بقربها من الشمس، صغر حجمها، وقلة عدد أقمارها. أكبر هذه الكواكب هي الأرض، وهو الكوكب الوحيد الذي توجد عليه الحياة. الكواكب الخارجية هي كواكب غازية ليس لها سطح صلب، هي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. هذه الكواكب تتميز بكبر حجمها، فنبتون اللي هو أصغر هذه الكواكب أكبر من الأرض بأربع مرات. أيضا كثرة عدد أقمارها، وجود حلقات تدور حولها، لكن ما بنقدر نرصد من الأرض إلا حلقات زحل المشهورة. لماذا يصعب رصدها من الأرض؟ بسبب قلة كثافة المواد المكونة لها. طبعا احنا حكينا انه معظم الكواكب لها اقمار باستثناء عطارد والزهرة، هذان الكوكبان ليس لهما اقمار بسبب قربهما من الشمس. هذا الجدول الذي وضع عدد الاقمار وخصائصها من الجداول المهمة التي يجب حفظها. ننتقل الى الكويكبات. بالنسبة للكويكبات يا تاسع، فالكويكبات هي عبارة عن اجراب سماوية تتميز بانها صغيرة الحجم. إذن هي عبارة عن أجرام سماوية صغيرة الحجم، طبعا تدور حول الشمس بمدارات إهليجية الشكل. تقع هذه الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري. مميزات الكويكبات: كثرة أعدادها، عدم انتظام شكلها. أكبر هذه الكويكبات سيرس الذي يصل قطره إلى 1000 كيلومتر تقريبا، سميت بهذا الاسم لصغر حجمها. بالنسبة للمذنبات، أشهر هذه المذنبات مذنب هيلبوب، متميز إنه هذا المذنب بقي في السماء عدة أشهر. المذنبات هي أجرام سماوية موجودة في النظام الشمسي، تتميز بشدة استطالة مداراتها، فأحيانا تكون قريبة من الشمس وأحيانا أخرى بعيدة عن الشمس. مكونة من النواة والهالة والذنب كما نلاحظ في هذا الشكل. معظم كتلة المذنب موجودة في النواة، مكونة من جليد وصخر. الهالة هي الرأس الذي يحيط بالنواة ويتكون من غازات وغبار، هي والذنب. إذا الهالة والذنب يتكونان من غازات وغبار. الآن وجود كوكب المشتري الذي يمتاز بكبر حجمه مقارنة من كوكب الأرض، يعني كوكب المشتري هو أكبر من كوكب الأرض، فهذه الصفة الموجودة لدى كوكب المشتري عملت كنظام حماية بحمي كوكب الأرض.
الأرض من المذنبات. فعندما اقترب مذنب شوماكر من كوكب المشتري انشطر إلى 21 قطعة، كل قطعة حجمها أكبر من 2 كيلومتر مكعب. الآن نقارن بين الشهب والنيازك وبين الكرات النارية. الشهب هي أجسام صخرية أو معدنية صغيرة الحجم تدخل إلى الغلاف الجوي، في أثناء دخولها للغلاف الجوي بتحتك فيه فبتولد طاقة حرارية، هذه الطاقة الحرارية تؤدي إلى اضمحلاله بالكامل فيظهر على شكل وميض من الضوء أو نقطة مضيئة متحركة في السماء. إذا كانت الأجسام الصخرية أو المعدنية كبيرة الحجم فإنها عندما تخترق الغلاف الجوي لن تحترق بالكامل فلن تضمحل، فستسقط على سطح الأرض. الآن لما تسقط على سطح الأرض بعمل لي فوهة نيزكية، هذه نسميها فوهة نيزكية، أشهرها فوهة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة إلى الكرات النارية، طبعا الكرات النارية هي ظاهرة مرتبطة بحدوث الشهب. طبعا الكرات النارية تتميز بلمعانها الكبير جدا بسبب زيادة كتلة المادة الموجودة فيها. هذه الكرات تدخل إلى الغلاف الجوي بسرعة كبيرة جدا ويمكن رؤيتها نهارا بسبب شدة سطوعها. الجمعية الفلكية الأردنية طبعا تأسست في عمان عام 1987، لها بعض المهام والوظائف أو الأهداف من تأسيسها. بيهمني أعرف إنها بتوزع نشرات فلكية تختص بالفلك تسمى الثريا، وقامت بالعديد من النشاطات هذه الجمعية الفلكية الأردنية. الآن القمر هو عبارة عن جرم سماوي محتم، حكينا بعكس الأشعة الساقطة له. القمر له وجهين، وجه مضيء والآخر محتم حسب موقعه من الشمس. الجزء المضاء يتغير بالنسبة يعتمد تغير الجزء المضاء منه حسب موقع القمر في مداره حول الأرض بالنسبة إلى الشمس. طبعا كل مرة بتغير فيها شكل القمر هذا بنسميه طور، وحكينا ضروري نعرف هذه الأطوار ونحفظها. طور القمر عندما يكون بين الأرض والشمس ولا نرى فيه القمر هذا بنسميه محاق، لأنه النصف المظلم المقابل للأرض يستر الجزء الذي تضيئه الشمس. بعد أسبوع من القمر نلاحظ أنه فينا تربيع أول، وهذا التربيع إذا بعد أسبوع يظهر التربيع الأول من القمر. نرى القمر بدرا عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، لاحظ بكون محاق لما يكون القمر بين الأرض والشمس، بينما يكون بدرا إذا كانت الأرض موجودة بين الشمس والقمر. الجزء المضاء حكينا بتغير اعتمادا على دوران القمر حول الأرض، ففي أول الشهر لا يمكن رؤيته فبكون محاق، بعد يومين بكون هلال جديد، بعد أسبوع بتحول إلى تربيع أول، في منتصف الشهر القمري يصبح بدرا، بعدين يأخذ الجزء المضاء بالتناقص فبعطيني أحدب ثاني، تربيع ثاني، وهلال أخير. لماذا يظهر القمر بأوجه أو بأطوار مختلفة؟ الجواب بسبب دوران القمر حول الأرض. لماذا لا نرى إلا وجها واحدا للقمر؟ بسبب أن المدة الزمنية التي يحتاج إليها القمر للدوران حول نفسه تساوي المدة الزمنية اللازمة لدورانه حول الأرض. طبعا السنة الشمسية مكونة من 12 شهر و365 يوما تقريبا. الشهر القمري مكون من 12 شهر و354 يوم تقريبا. التقويم القمري بيهمني في العديد من العبادات مثل الحج وصوم رمضان وحساب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. من الأشهر القمرية في عندنا رمضان وشوال ورجب وشعبان وذي القعدة. الآن بالنسبة إلى كسوف الشمس وخسوف القمر، طبعا يحدث الكسوف بسبب وقوع القمر بين الأرض والشمس،
ويحدث الخسوف بسبب وقوع الأرض بين القمر والشمس. هاتان الظاهرتان لا تحدثان في كل دورة قمرية، لأن مراكز الأرض والقمر والشمس لا تقع دائما على استقامة واحدة. بالنسبة للمد والجزر، المد هو تقدم مياه البحر باتجاه الشاطئ، الجزر انحسار مياه البحر عن مستوى الشاطئ. في اليوم الواحد يحدث مدان وجزران بسبب قوة القمر وجذب الشمس لمياه المحيط. طبعاً أعلى مد يحدث عندما تقع الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، ويكون القمر في طور المحاق أو طور البدر. أدنى مد يحدث عندما تكون الأجرام السماوية مشكلة مثلث قائم الزاوية، فيكون القمر إما في طور التربيع الأول أو التربيع الثاني. تعاقب الفصول الأربعة، يحدث تعاقب الفصول الأربعة بسبب دوران الأرض حول الشمس، وهي تحتاج إلى 365 يوم، فبيختلف زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض، فينتج عنه تعاقب الفصول الأربعة. الليل والنهار يحدث بسبب دوران الأرض حول محورها كل 24 ساعة. الأيام اللي بيكون فيها أطول نهار اللي في 21 حزيران في وقت الانقلاب الصيفي، الأيام اللي بيكون فيها أطول ليل في 21 كانون الأول في فترة الانقلاب الشتوي، الأيام اللي بتساوى فيها طول النهار والليل هي في 21 آذار و23 أيلول، يعني في فترة الاحتدال الربيعي والاحتدال الخريفي. طبعاً أقوم ذاتي وأسئلة الفصل والوحدة يجب الاهتمام بها ودراستها. بتمنى لكم التوفيق ويعطيكم العافية.